دايما بتشرف ب اللواء دكتور سمير فرج، دايما بنتشرف بوجوده معانا في اي وقت، سواء على الهواء زي ما سيادته مشرفنا دلوقتي او حتى في مداخلات، لانه عندنا ملفات كثيره جدا. الاهم هذه ملفات التحرك المصري، تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي من امبارح، الدوله بتتحرك الى اليوم، الدوله بتتحرك لدعم سوريا وتركيا في التدمير الذي حدث، الزلزال. سياده اللواء اولا مشرفنا. اهلا بك يا احمد. خلينا نتكلم على زلزال مدمر ضرب تركيا، ضرب سوريا، بنتكلم على الاف الضحايا لحد دلوقتي بشكل مبدئي، لان كل شويه في ارقام بتزيد، وعشرات الالاف من المصابين، الاف المنازل، في دمار رهيب جدا سواء في سوريا او في تركيا. تمام. نشوف اول لوحه لو سمحتوا. اتفضل. اول لوحه بتقول لنا شكل هضبه الاناضول اللي موجوده عليها تركيا. دي هضبه الاناضول. العالم كله في عصر ما قبل العصر الجيولوجي كانت في فوالق بتتم، يعني ما بين اسيا وبين افريقيا حصل فيلق اللي هو البحر الاحمر، ما بين افريقيا واوروبا حصل فيلق البحر المتوسط. عشان كده هتلاقي معظم مناطق الزلازل جنب البحر. هضبه الاناضول اللي قدامنا على الخريطه نشوف هنشوفها. اتفضل. عندها فيلق هم بيسموه صدع شمال الاناضول، هي فيلق شمال الاناضول قدام بحر مرمره والبحر الاسود. وهناك فيلق اخر برضه في هضبه الاناضول نازل من شرق الاناضول لقبرص وداخل في المنطقه. المنطقه دي منطقه زلازل. هنلاقي هنا عندنا دول اخر 8 زلازل تموا. اولهم كان في اغسطس 99 اللي بيتكلموا عليه تركيا، اللي بيتكلم عليه واحنا اخرهم النهارده اللي في فبراير 6 فبراير اللي 23. كان 7.8 او 7.7. احنا نشوف اللوحه الثانيه. نعم. اللي هي اللوحه الثانيه بتقول لنا الزلزال المره دي فين. الزلزال موجود في هذه المنطقه اللي هو المركز بتاعه. جنبه غازي عنتاب، العثمانية، أضنة، كل ده في المنطقة دي اللي هي الحدود التركية، والشرق ديار بكر. الشرق ديار بكر. نعم. طبعا اللي هي عاصمة الأكراد، كبير وفي مشاكل هناك طبعا. فضل. لأن الأكراد هناك فيها. المنطقة دي كلها منطقة أكراد. وللأسف أنا رحتها طبعا، أنا قعدت منحة عسكري في تركيا 3 سنين. فزرت المنطقة دي كذا مرة. المنطقة دي، المنطقة دي طبعا لأن فيها كان الأكراد. وبعدين ننزل تحت على الحدود مع سوريا، حلب، وداخل فيها المنطقة دي. للأسف سوريا متبهدلة. ليه؟ شمال سوريا اللي هي المنطقة دي كلها تبع الأكراد وخارج السيطرة الحكومية. فجزء واخداه تركيا، جزء واخداه المعارضة، جزء أمريكا محتلها واخده عشان منطقة أبار البترول بتحافظ عليها وتقول أنا ضربت. كل دي منطقة للأسف خارج السيطرة الحكومية. دي المنطقة اللي بتعاني النهاردة جدا، اللي محدش قادر يوصل لها، ملهاش صاحب، ده الناس بتموت ولا حد رايح لهم. وبعدين العالم كان مدي قيود على سوريا، واللي هيحارب سوريا او هيدعمها هنقف ضده. نعم. فالنهارده انت النهارده عندك تركيا، تركيا متدمرة تامن تدمير رهيب الفترة هنتكلم عنها دلوقتي. وسوريا برضه، وقصدي شمال سوريا. نعم. طب انت بحكي بمكيالين، ده موضوع بشري. بشر بتموت. لازم نقف. انسانيه ننسى بقى ان في قيود سياسه وخلافات. وامبارح مندوب سوريا في الامم المتحده قال اي امداد هيجي لنا هيطلع لكل الناس. كويس. طيب اللي حصل، انا عايز بقى نحكي للناس تفاصيل ايه اللي بيحصل في العمليات دي لما بتحصل زلزال وكوارث. في سنه 99 في الزلزال اللي حضرتك بتكلمنا عليه دلوقتي، اللي هنتكلم عليه الاشاد. لا الاشاد 99 دلوقتي، ده الاشد بتاع المره دي. المره دي 7.8. الثاني كان 7.2. نعم. اما حصل الزلزال كان اياميه سليمان ديمريل الرئيس التركي. كانت العلاقه مع تركيا ممتازه. نعم. كلم 3 رؤساء دول، كلم الرئيس الفرنسي، كلم المستشار المانيا، لان تركيا والمانيا في تناغم من زمان الحرب العالميه الاولى، وكلم الرئيس المصري. احنا طلعنا بجهد كويس جدا. احنا اكتر دولة ساهمت. ويومها طلعنا مستشفى ميداني 250 سرير، طلعنا مخبز ميداني 2500 رغيف في اليوم، ثم وحدة اللي هي بتاع التفتيش والتكسير ومعاها كلاب الحرب. الوحدة دي طلعت وراحوا، بعدها بيومين انا قلت سيادة المشير نطلع نشوف الناس دي في ايه، نطمن عليهم. مشير طنطا.
واخدنا معانا مجموعه قلمين الله يرحمه ياسر رزق جمال كمان طلعنا كلنا مجموعه مراسلين مجموعه من مراسلين عسكريين ورحنا وصلنا فوجئنا طبعا المنظر بتاع الزلزال يا احمد لا يمكن يتخيله بشر. الطرق متقطعه ومتشققه مفيش عربيات بتمشي زي ما حصل دلوقتي بالظبط. دلوقتي طبعا ما انت بتحكي لنا كانه دلوقتي وانا احكي لك بقى الظروف اللي عايشين فيها والمشاكل. يعني تركيا في مشكله. طبعا انت شايف دلوقتي احنا كنا كده هناك المنظر ده تقريبا كان هو زي ما كده مش قادر عربيات تمشي مش قادر تروح. فاحنا نزلنا في مطار اسطنبول وكانت اياميها المنطقه دي جنب اسطنبول عشان كده قلت لك دايما بتبقى جنب البحر. في منطقه اسمها ازمت. وصلنا الصبح الساعه 8 الطريق بياخد ساعه بيننا وبين وصلنا وعندي ادي الصوره بتاعتنا. اما رحنا منطقه البتاع ده اللي نزل هنا انا والست اللي هو منصور الهلباوي دي مذيعه سيفين صلاح الدين كانت جايه معانا من التلفزيون وفوجئنا انها بتتكلم تركي لبلب لان والدتها تركيه. سورس ساعدتنا ازاي واحنا كنا رحنا نشوف المجموعه المصريه اللي هي معاها كلاب الحرب اللي بتطلع الاحياء. رحنا لقينا مشكله تحت الانقاض بقى معاهم مناشير. على فكره احنا عندنا دلوقتي وحده دايمه من ايام 93 وحده في القوات المسلحه موجوده شغلتها جاهزه لاي حاجات من دي بتحصل بتندفع. موجوده عندنا من سنه كوارث طبيعيه مواجهه الكوارث الطبيعيه عايز هنتكلم بقى على القصه دي عشان نطمن مصر النهارده لو حصل لنا حاجه. فعندنا وحده الوحده دي طلعت بكلاب الحرب بتاعتها بالمناشير بالبتاع والعلم متدربين. اول ما رحنا لقينا مشكله. اول ما وصلت ايه المشكله؟ الاتراك ادوا الالمان شارع والفرنساويين شارع وادوا المصريين شارع. احنا كنا رحنا ثالث يوم لقوا الالمان خلصوا مثلا حوالي 50 متر وده كميه كبيره طبعا ده بيوت واقعه انت بتقعد تدور عشان تطلع احياء عشان تشوف وبرده الفرنساويين 50 احنا عملنا 100 متر. راحوا اشتكونا لقيت مشكله. ليه الشكوى؟ ان المصريين بيشغلوا كلاب الحرب 6 ساعات والمفروض يشتغلوا 4 ويرتاحوا 4 فطبعا كانوا متضايقين ان احنا والمصري بره يا احمد والله العظيم انا ما اعرفش ساعه ما يتحط في حاجه المهم سوينا الموضوع ورجعنا المستشفى. المستشفى كانوا مطلعينها بره مستشفى ميداني كلها خيم. فالمستشفى الميداني طبعا عايزه مكان فالمهم نقينا الاستاد ودايما في الزلازل دي خدنا خبره ان المستشفى الميداني الحتت دي احسن حاجه الاستاد. فادونا الاستاد ادي الصوره بتاعتنا في في الاستاد. تمام وطبعا عملت ده المستشفى الميداني وشوف الخيم ورا هتلاقيها موجوده شايفينها وورا الخيم هتلاقي بتاع المقاعد بتاع الاستاد وده المقدم رؤوف العباسي ايامها دلوقتي بقى اللواء رؤوف العباسي مستشار العظام في القوات المسلحه وكان ماسك المستشفى دي. المستشفى دي دخلنا قصه رهيبه بقى. المستشفى بتاع البلد وقعت عشان نعرف دلوقتي بيحصل ايه في تركيا. فاحنا رايحين معانا مستشفى للزلازل يبقى معظمهم دكاتره عظام بتاع فوجئنا لقينا البلد كلها داخله عليك. اولا المصابين في العظام وده احملهم. احنا طبعا فتحنا المستشفى وشغلنا لاي حد يجي لاي حد ما كله جاي بقى كله جاي لقينا مثلا مشاكل ناس جايه تولد ستة جاية تولد انت مش جاي مستعد لهذا الموضوع. انت جاي داخل بتاع دوت اللي عنده بقى زايده اللي عنده ما كله جاي المستشفى مقطوعه والناس دي جايلك. طبعا بعد ساعتين ثلاثه بدات المعونات توصل. تركيا النهارده عندها مشكله كبيره جدا عارف ايه حجم المعونات. كل دوله بتبعت. يومها لقينا بعد على الساعه 2 لقينا جبل من الاطنان الادويه. ما هو الاتراك بقى مين اللي شغال احنا فراحوا بعت لنا. احنا كان المستشفى معانا 2 دكاتره صيادله واحد يشتغل والتاني يريح وهكذا وده هيمضي الاورنيك ويصرف الدواء. الادويه اللي جايه من كل دوله الامارات كانت بعتها باكستان فرنسا ايطاليا العلامه التجاريه مختلفه عن اللي عندنا. فلازم دكتور يفتح ويشوف ودي تساوي ايه عندنا. فكان اول طلب لنا من مصر يا جماعه ابعتوا لنا 4 صيادله
درجة دكتوراه، لأن طبعا مش هيوزع دواء بس، ده هيقلب الدواء ده الفرنساوي ويساوي إيه عندنا. فدي قد القصة. طبعا احنا الساعة 2 جات لنا طيارة تانية بفر صغيرة جايبة فيها كل المطالب. الحاجة التانية بقى فوجئنا، احنا رايحين ب 18 دكتور. على الساعة 4 كان في 30 دكتور، ما كل دولة بعت. النهاردة بيحصل ده في تركيا، الدول بعت دكاترة وإنقاذ. طب هتروح تشتغل فين؟ احنا اياميها شلنا المستشفى دي بكل الدكاتره اللي جايين بره، لدرجه الدكتور رؤوف قال انا ما عنديش حد، ده انا هكتب بالانجليزي بقى لانه هيبدا يعمل شيفتات. الدكاتره ايش، المان فرنساويين، كل دول تحت مظله مين؟ مصر. احنا اللي شلنا الكلام ده 3 أشهر بالكامل. قعدتوا 3 شهور هنا؟ قعدوا هم، احنا كنت رايح يوم هم قعدوا 3 أشهر المستشفى لحد ما صلحوا المستشفى الثانيه. دخلنا بقى على المخبز. المخبز فتح. طبعا اللي واخدينه معاكم ايه؟ اللي واخدينه مخبز مصر، المخبز ميداني اهو. ادي العيش اهو طلع اهو، كان يومها اعتقد الجمهوريه. والعساكر بتخبز. لما المخبز جاي يفتح، البلد كلها مش لاقي تاكل. مفيش سوبر ماركت، مفيش محلات بقى، مفيش حاجه، كله جاي لك. زلزال. كارثه يعني. احنا لقينا في الاستاد ده ما يقرب 4000 15000 ولا بتاع قاعدين عايزين ياكلوا. طبعا المشكله اللي بتقابلها تركيا النهارده حجم المساعدات اللي جايه. ايوه. مش معروف راحه فين. نعم. انت فاهم؟ فلقينا بقى ده كله بعت لنا علينا. ده اكثر من 40 50 دوله باعتين مساعدات. كل ده بقى لقينا اكوام اكل موجود اللي هنا وهنا. حاجات ثانيه، الناس دي ملهاش بيوت وجايه تقعد عندك. ما الاستاد النهارده المفتوح النهارده بدأوا يفتحوا فنادق ويفتحوا جامعات ومدارس ومساجد. ده الحتت اللي فيها. احنا البلد دي اياميها ازمه كانش فيها حاجه خالص. فبدينا كان له منصور عايد كان جايب مقدم حتى للمخبز، بقول له هجيب مقدم نفس وما في نقيب. الولد ده شال شيل بقى وسيفين بقى. احنا انا عايز الصوره اللي قبل الاولانيه خالص. نعم. اللي هي اللي قبل دي يا يوسف، اللي قبل دي واحنا موجودين في منطقه لا اللي قبلها كمان، اللي قبلها دي سيفين صلاح الدين. كانت مذيعه من التلفزيون المصري. اتضح ان والدتها تركيه. فكانت بتتكلم. نعم. تركي. نعم. لبلم. نعم. فخدناها بقى تشتغل. فلما رحنا بقى فتحنا المخبز، بداوا يدونا كل الاغذيه اللي جت للناس. فانت فاهم في المدرجات 15 20 ألف عايزين ياكلوا، وانت عندك المخبز بيطلع عيش. وبعدين تفرج الاكل، توزع الاكل. دخلنا بعد كده رامولنا اللي هو الخيم. باكستان بعت الخيم. كان ايامها الامارات ساعه ما كنت انا موجود. جهزوها. واحنا بقى فطلع المقدم ده طلع فردنا في الباركنج اريا. الخيم. بقول لك احنا مشينا يوم الساعه 8 بالليل بعد ما كانت مصر قدمت اكبر دعم لتركيا في هذا اليوم. الناس دي قعدت 3 أشهر. بعد كده سحبنا، كان هم عملوا المستشفى. فحاجة اشرح لنا ما الصوره المشابهه اللي حصل في 99. اللي بيحصل النهارده. نعم. النهارده تركيا ما عندهاش ايواء للناس، هتوديهم فين؟ وبعدين هقول لك حاجه، يومها جات لنا الخيم. انا فاكر الخيم جايه من الامارات والباكستان. طب انت بتحط الخيم، طب انت دورات الميه فين؟ طب هتأكل الناس دول ازاي؟ عندهم مشكلة. الناس جاية عايزة تاكل، عايزة تتعالج، عايزة أطباء نفسية. وبعدين أنت داخل مستشفى بكل حاجة، زي ما قلت لك أمراض نساء في. يومها أنا يوم كنت موجود 3 حالات ولادة. نعم. مشيت. نعم. أنت بقى اللي عنده مش عارف خراج، اللي عنده عينيه. وطبعا الزلازل دي تبقى كلها عظام، تبقى كلها العينين طبعا من البتاع دوت. الاختناق. أنت بتطلع ناس مخنوقين من تحت. من تحت ناس بقالها ساعات تحت، وخمس ساعات وست ساعات. اطفال. لا وعندك البرد كمان، الجو صعب. دي المشكله جداً. النهارده دلوقتي البرد. فعشان كده مصر، تحرك مصر، التحرك مصر بقى. انا عايز اقول حاجه، احد للاسف العرب اللي عايشين في انجلترا ودايما يهاجم مصر. مصر اتاخرت. لا مصر ما اتاخرتش. مصر يا احمد اول ما حصل الكلام ده، لان احنا خدنا درس في ازمت. اتصلوا ب تركيا وسوريا، انتوا عايزين ايه؟ انما الشاطر بقى يقوم عامل شويه خيم، شويه ادويه وابعت. لا مش ده الصح. مصر عرفت الفات امبارح وولو المطلوب. يعني احنا انا احتياجاتك ايه؟ يعني مثلا هقول لك حاجه. طلبوا مثلا محطات توليد كهرباء. طلبوا محطات. لان الناس دي مرميه بره. البرد
والتلج والشتاء هينور منين؟ وطبعا محطه الكهرباء اللي في البلاد دي كلها وقعت. فاحنا المساعدات دي مش رايحه وخلاص، احنا احتياجاتكم ايه بنودي لهم اللي هم عايزينه. وعشان كده انا مش عايز اقول اسم الافندي اللي كتب ده عشان ما ادريش عشان ما ادريش الشهره كمان. لا لا لا، انما لك مصر اخذ، لا لا مصر الاول سالت انتوا عايزين ايه؟ وبعدين ضبطنا وطلعت النهارده الطيارات. نعم صدقني هو ده احسن حاجه، لان احنا اياميها شفنا بلاد جايه وبحاجات ومن دول كويسه. نعم بس مش محتاجين كل ده. انت فاهم، انا عايز احتياجات الشعب، عايز ايه دلوقتي؟ احتياجات في الموقف اللي انت فيه، عايز خيام يبات فيها، وعايز واهم حاجه قلت لك هم طلبوا ايه؟ طلبوا مولدات الكهرباء، مفيش كهرباء، عايز ينور. نعم المستشفيات اللي بتفتح دي عايزه كهرباء، الناس دي عايزه تدفئه، طلبوا حاجات تدفئه. فعشان كده احنا يمكن اجلنا يوم لحد ما السيد الرئيس وزير الخليه يتكلم ويكلموا هناك. طلباتكم يا سوريين، طلباتكم يا اكراد. لان مثلا هقول لك ايه، كل الناس بعتت اطباء، هتلاقي بعتين اطباء عظام. نعم طب المستشفيات عايزه اطباء ثانيه، لان انت فاتح مستشفى لكل المشاكل والاحتياجات الصحيه. اطفال انا فاكر يوم احنا بعد ما كتير اطفال بيطلعوهم من تحت الانقاض كتير. طبعا احنا ما كانش، احنا يوم ما بعتنا ده ما كانش فيها لا اطفال ولا فيها امراض نساء. نعم وزي جات لنا طياره بافلو الساعه 2 جايبه دكاتره اطفال وجايبه امراض نساء. هقول لك حاجه، المقدم رؤوف اياميها بيضطر يدي التعليمات بالانجليزي، لان خلاص كل الدكاتره احنا مسيطرين عليهم. نعم فطلبنا عساكر اله كاتبه بتكتب انجليزي عشان نطلع التعليمات على البورد، لان احنا اللي سيطرنا على الكلام ده. النهارده الاسوأ من كده، اولا اتساع المنطقه، يوم كانت منطقه ازمه بس بنتكلم على 10 مناطق، 10 مناطق فالبتاع كبيره، كبير التلج والبرد بيعوق. ده الطفله اللي قاعده تحت الارض دي 5 ساعات هتموت من البرد. نعم لوحده من غير ما حد يطلعها. نعم تمام. انا شفت طيب حضرتك اتصلت سياده الرئيس النهارده بالرئيس السوري لاول مره، بصراحه لاول مره شفت ازاي بصراحه في هذا التوقيت. بصراحه احنا العرب مهما حصل ومهما كان في اختلافات سياسيه، لكن لما تيجي الناحيه بتاعه انك انت الانسان والبشر، ظرف انساني، احنا عرب، احنا عرب. نعم عشان كده اعتقد الاتصال بتاع بالذات سياده الرئيس ببشار الاسد كان له حاجه كبيره جدا، اثر فينا كلنا ان احنا عرب. سوريا دي كانت في يوم من الايام جزء من مصر، الاقليم الشمالي، الجيش العربي السوري، الجيش العربي الاول الاول وحارب معانا في 73. نعم بالظبط. فاحنا النهارده كانت اعتقد لها تاثير كبير جدا داخل الشارع المصري، ان احنا لو عندهم كمان ده 1000% 1000%. نعم وبقول لك كمان ان احنا سالناهم من اول امبارح. نعم طلباتكم ايه؟ طلباتكم ايه؟ نعم وطلعت الطيارات النهارده عشان تحقق المطالب. لان انا لما قعدت هناك يوم ازمه حاجات جايه ملهاش لازمه. انت عارف في دول عايزه تساعد وبس، اشحن. طيب الرئيس اتصل بالرئيس بشار ثم بعد ذلك بالرئيس التركي اردوغان. تمام. نعم طبعا طبعا دي برضو ايا كان في خلافات. نعم في مشاكل، انما لما تخش الناحيه البشريه، لان ربنا ما يحطنا في هذا الموقف اللي قاعده فيه تركيا. تعرضنا له سنه 90 يعني طبعا، بس مش مش بالحجم الرهيب. نعم. ده اللي تم. فاعتقد ان دور مصر النهارده ليس مجاملة لحد، ولكن حقيقة مصر تصرفت كدولة هي أم الدنيا وأم العرب وأم المنطقة. طيب شايف التركية إيه اللي بيتعمل النهاردة عشان الأزمة؟ لأنه واضح طبعا لأنه الرئيس التركي النهاردة خد قرار بفرض حالة طوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 شهور. ده يعني إيه؟ بص استراتيجيا إحنا لما عشنا الموضوع ده هناك وبعدين جشنا منطقة السيول. نعم. أزمة. نعم. سيول في مصر. نعم طلعنا بالآتي، المنطقة دي بتاخد 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي استيعاب الزلزال ونجدة الأحياء ونطلعهم بره. بعد كده المرحلة الثانية مرحلة الإيواء. الناس دي هتقعد سنة. سنة في معسكرات. ليه؟ لأن إحنا شفنا الكلام ده. المعسكر اللي بيتعمل ده النهاردة يمكن في أول أسبوع هينيم ويأكل ويشرب. بعد كده المعسكر ده هيكبر، هيبقى في وحده صحيه. دول داخلين على ماساه، انت مش متخيل يا ستار. وامال وحده صحيه، انت فاهم؟ بعد كده العيال دول سابوا المدارس وقاعدين كده، بتفتح ما يفتح لهم مدرسه. احنا عملنا الكلام ده ايام بتاع الصعيد، ايام السيول بتاعت الصعيد. فتحنا المعسكر اول 2 3 اسابيع وبدات الاقامه والاكل والشرب ودورات الميه، دورات الميه اللي مطلوبه،
والاكل والشرب، وبعد كده الولاد دول مفيش مدارس هيروحوا فين؟ بدينا نعمل مدارس في جوه المعسكر. طبعا مش هتعمل اولى اول وثانيه وثالثه، لا انت بتاخد فتره سنيه مثلا 6 و7 و8 وتعمل لهم فصل عشان ما ينسوش القرايه والكتابه، وعايز الكتب. وبعدين المدرسين اللي جايين هتنيبهم فين؟ وبعدين خد بالك المشاكل اللوجستيكيه عندهم خطيره النهارده، مفيش طرق، الطرق كلها مقطوعه ومدمره. صحيح. فبالتالي انت مشكله. انا بقى عايز اقول حاجه بقى يا احمد. طب لا قدر الله، لا قدر الله حصل لنا حاجه في مصر، مصر عامله ايه؟ عايزين نطمن الناس. نعم. همشي بس هبقى بعيد شويه. اتفضل. في الستينات جاء كان وزير الدفاع الامريكي روبرت ماكنامارا في عرض كينيدي. الراجل ده رغم انه وزير دفاع مدني كان بتاع كمبيوتر، عمل حاجه اسمها في الجيش الامريكاني بحوث العمليات، وهو ان الجيش يبدا يعتمد على الكمبيوتر. ببساطه كده هدف، انا عايز اضربه بالطياره دي ولا دي ولا دي، دي تمنها 100 مليون مثلا النهارده، دي هتتكهن كمان سنه. طب الكمبيوتر يقول لي اشتغل بأني طياره دي ولا دي ولا دي طبقا للاحداث. طياره عايزه تمشي وتوصل للهدف، الرادارات بتاعت العدو هنا وهنا، الكمبيوتر يختار. دي اسمها بحوث العمليات، اوبريشن ريسيرش. احنا بعد كده هنا في مصر هنا وعملنا الكلام ده بعدها بخمس سنين، الله يرحمه اللي هو هلوده، ونقى مجموعه من الطب بتوع القوات المسلحه بداوا يشتغلوا بحوث العمليات اللي احنا عملناها. كان منها الدكتور احمد عباسط اللي هو محسن السلاوي كان اماميه مقدم، صغيرين ضابط عمليات اشترك في الحرب، خدوا والمجموعه دي بدات تكون شغل الكمبيوتر داخل القوات المسلحه. من حوالي 20 سنه القوات المسلحه جت تعمل مركز اداره الازمات. اختارت اللي هو محسن السلاوي، شوف انا جايب لك الموضوع منين ازاي، اللي اشتغل مع هلوده وهو مقدم وبقى لواء، خد يا محسن يا سلاوي. محسن سلاوي النهارده مستشار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتابعه. موجود. لانه بعد كده راح مسك امين عام وزاره الدفاع وسياده الرئيس خده. نعم. طلع محسن السلاوي عمل مركز اداره الازمات. احنا عندنا في مصر النهارده، انا عايز بس اطمن المصريين عشان لو حصل حاجه تعرفوا بلدنا ماشيه ازاي. عندنا احسن مركز اداره ازمات في المنطقه. طلع محسن افتتحه من كام شهر؟ لا ده التاني، لا لا ده غيره، حاجة لا لا ده بقى له 20 سنه. ولسه في واحد جديد سياده الرئيس عمله في العاصمه الاداريه، ده حاجه واو كمان. فطلع عندنا احسن مركز عمليات في المنطقه، في المنطقه. أيوة. مع اداره ازمات، اداره ازمات. محسن طلع امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا، وانا ايامها كنت بعمل مركز شؤون نفسيه. حتى وانا بكلمه النهارده بحب ادقق المعلومه قبل ما اطلع يعني. قال لي فاكر ده احنا اتقابلنا في لندن، كنت انا راجع من امريكا في مركز شؤون نفسيه وهو طالع من لندن على امريكا. انا عايز اقول ايه، احنا ما بنبدا حاجه ما بنبداش من الصفر، بنروح نشوف الناس الكبار عملوا ايه وناخد منهم نطبقهم. حقيقي محسن خد الكلام ده كله وعمل مركز اداره ازمات. طب انا بحكي القصه دي كلها ليه؟ النهارده لو حصل اي ازمه في مصر هقعد لسه ادور وافكر؟ لا، الكلام ده موجود في الدرج، سيناريوهات لكل ازمات موجوده في مصر، اي حاجه كله فوق ما تتخيل، طبيعيه مش طبيعيه. من اول لو ازمه رغيف عيش في منطقه هنعمل ايه؟ افتح الدرج، الوحدات دي كذا وكذا في القوات المسلحه، افتح عليك بالمسخره. سيناريو سياده اللواء سمير جاهز، جاهز بمين هينفذ واللي هينفذ واخد اوامر. انا هديك مثال. عندنا بيحصل سيول. ايامها بقى. نعم. جابوا الناس بتوع الارصاد اقعد، جابوا الناس بتوع الري، جابوا الناس في الحكم المحلي اقعد نتكلم، قول لنا فين مناطق السيول في مصر؟ 1 2 3 4. لكل منطقه سيناريو. لو حصل السيل في المنطقه دي هنعمل ايه؟ في كام قريه؟ هتتهجر تروح فين؟ هنعمل لهم كام معسكر ايواء؟ المعسكر ايواء ده بينزل منين؟ المنطقه الجنوبيه المسؤوله. النهارده احنا عندنا طابور في القوات المسلحه معسكرات ايواء للازمات. للازمات جاهز؟ جاهز وموجوده لا قدر الله، واي وقت اي حاجه. انا بس عايز فرصه اطمن الناس النهارده بهذا الموضوع. لا قدر الله قناه من البتاع دي حصل فيها شرخ والميه، كل ده موجود. بلاش ايام ما كان القذافي الله يرحمه بقى بيجي يفتح الحدود ويقوم راملنا 2000 اسره على البتاع دوت. نعم.
موجود سيناريو. نعم. مين اللي هيطلع ياخدهم من منفذ السلوم وينزل بيهم الهضبه؟ نعم. هينزل فين تحت؟ بيجوا ينورونا يعني بلدهم يعني بلدنا موقعنا ولادنا. نعم. ولادنا مين ياخدهم؟ اتوبيسات غرب الدلتا برقم كام؟ وتاخدهم منين؟ وعربيات اللواري تشيل عفشهم. طياره اتخطفت. مركز اداره الازمات في مصر النهارده لاي شيء والكوارث. فبس النهارده فرصه ان انا بطمن كل المصريين ان احنا قادرين، لان النهارده تركيا عندها مشكله. ده مش مركز اول مره نشوف تركيا تطلب مساعدات. ما يقدرش. ما يقدرش ربنا ما يحط حد في الموقف ده، وبعدين هنا ولا هنا ولا هنا. وزي ما قلت لك النهارده كل اللي هيوصل له هيوديه فين؟ وزير الدفاع امبارح التركي كان عامل مؤتمر صحفي وكان بيتكلم بيقول انه امبارح بالليل قبل ما اطلع هوا امبارح قال لك ما زلنا حتى الان في بعض المناطق مش عارفين نوصل لها. ده وزير الدفاع التركي اللي بيقول كده. يا احمد، مش حد تاني. يا احمد الارض مشقوقه. انا ما احنا رحنا هناك. احنا عشان نطلع من اسطنبول، لان هي فرصه كان ازميت جنب اسطنبول. نطلع لفينا راس الرجاء الصالح، الطرق كلها معموله، كنا بنخش في الاراضي المزروعه عشان نخش هناك. فحقيقي هم ده، شوف المنظر عامل منظر. ازاي، شوف الشوارع مسدوده. البيوت احنا شفنا الكلام ده هناك. تدمير رهيب. تدمير رهيب بالظبط. وكانوا اولادنا بيشتغلوا والكلاب الحرب وبينزلوا وبيطلعوا، والحمد لله يعني ان ربنا ما يحط علينا اي حاجه تانية في طيب الموضوع. سياده اللواء، لو النهارده زي ما حضرتك بتتكلم كده على اداره الازمات، الكوارث الطبيعيه دي وارد بتحصل في اي دوله، سيول تحدث، اعاصير تحدث، ده كهرباء ممكن تتقطع. الباكستان الشهر اللي فات نص باكستان ضلمت، كاليفورنيا وامريكا حصل فيها كده. فلازم تعمل ايه؟ انك تعمل حاجه زي كده، يكون عندك سيناريوهات. ايه اللي هيحصل؟ ما تقعدش تفكر ساعتها هنعمل ايه، لا. السيناريو تفتح الدرج، السيناريو موجود، ومين اللي هينفذ، واللي هينفذ واخد تعليمات. وده عشان كده انا بس حبيت اريح المصريين واقول لهم ان الجيش بتاعنا وبلدنا مستعده وجاهزه، ويا رب ما اجيب حاجه، لكن لو حصل حاجه احنا مستعدين. طيب ندخل على، واحنا بنتكلم على جيشنا العظيم، مساله التوازن العسكري والقوات المسلحه المصريه، وايضا التصنيف اللي بيطلع كل سنه، هل بيبقى تصنيف دقيق؟ وهو بيطلع على اي اساس هذا التصنيف؟ تمام. ان انا بقول الجيش الفلاني رقم كذا، واحد رقم 10 رقم 20، على اي اساس؟ طيب احنا كل سنه يا احمد في اول سنه في يناير العالم بيطلع اصدارين مهمين. هنشوف اللوحه اللي جايه. الاصدار الاولاني جلوبال فاير باور اهو. نعم. اللي على الناحيه اليمين. نعم. ده طلع يوم 15 يناير ده. ده بيعمل لنا ترتيب القوى العسكريه في العالم. ترينز رانكينج. نعم. رانكينج اللي هي التصنيف او الترتيب. وده بيطلع الانترنت. نعم. اللي عايز يفتح الانترنت النهارده يخش على جلوبال فاير باور هيلاقي الكلام. نعم. ده موجود. نعم. الناحيه الثانيه الميليتري بالانس اللي هو التوازن العسكري. نعم. ده كتاب بيطلعه معهد الدراسات الاستراتيجيه في لندن، ما بينزلش على الانترنت. ولكن بيقول كل قوه في الدوله في العالم إيه شكله ازاي. كويس. تعال نشوف بقى الجلوبال فاير قالت اي السنه دي في اللوحه بتاعتنا. نعم. اللي بعد. اللي بعده. نعم. ده جلوبال فاير قالت ان احنا بنرتب 145 دولة قوة في العالم، بنستخدم 60 عامل للتقييم. وين عايز اقف وقفة؟ 60 عامل. ليه؟ النظام بيجيب احسن لعيب في العالم، بيبدا يجيب مش عارف الكوتش بتاع مين والنادي مين والبتاع، ناخد اقوالهم وبتاع، هم اللي يحددوا. هم اللي يحددوا هو رقم واحد او ياخد الحذاء الذهبي. هنا لا، هنا بقى دي بتجيب 60 عامل تقيم. نشوف اللوحة اللي بعد كده. اللوحة اللي بعد كده التقييم بتاعنا طلع ايه؟ أو العالم. أول العالم. دولة، أقوى دولة في العالم عسكريا أمريكا. أمريكا. بعديها روسيا. روسيا. بعديها الصين. الصين. الهند. هند. الهند خلي بالك. الرئيس كان في الهند الأسبوع اللي فات من أسبوعين. بريطانيا. نعم. كوريا الشمالية. باكستان. اليابان. فرنسا. إيطاليا. تركيا. البرازيل، اندونيسيا، مصر 14 على العالم. والاولى عربيا وافريقيا. بعديها اوكرانيا. اوكرانيا طلعت 15 السنه دي. السنه اللي فاتت كانت 24، لان حجم السلاح اللي خدته السنه اللي فاتت رفعها لتبقى ايه؟ 15. نعم. بعد كده استراليا. ايران. ثاني دوله في المنطقه بعد مصر. بعد مصر. اسرائيل. اسرائيل 18. فيتنام وهكذا. كويس. تعال نشوف صفحة مصر اللي جاية بقى. مصر. ما هو عاملين لكل دولة صفحة. أيوة. بقى وفايل. كويس. مصر اهي، ايجيبت، القوة العسكرية بتاعتها،
حاطين خريطة مصر وحاطين مصر القاهرة. نعم كاتبين لك ان مصر من اقوى 15 قوة عالمية. ايوه ترتيبنا ال 14. اخر تعديل طلع يوم 5/1 يعني لو في قوة اسلحة جديدة دخلت بعد كده مش داخلة 15/1 والتوزيع طلع يوم 15 يناير. كويس. طب نيجي بنشوف بقى الناس دي بتقيم ازاي. عشان نعرف هل احنا بقى بالمحبة ولا بالمعرفة. الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعديها. أول حاجة حجم القوات العسكرية. وهنشوف هم كاتبين عندنا قد إيه. أيوه. العاملة والاحتياطي وشبه العسكرية. نعم. دايماً يا أحمد معظم الناس 50% قوات عاملة بتشتغل واحتياطي عشان يدعم في الحرب. طب إيه شبه العسكرية دي؟ شبه العسكرية اللي هي إيه؟ أمريكا عندها الحرس الوطني. فرنسا عندها الجندرمة. مصر عندها الأمن المركزي. ليه بنضيفه؟ ساعة الحرب الأمن المركزي ده شغلته يدافع عن الطرق والكباري والسدود ومحطات الكهرباء عشان الجيش يتفرغ للحرب. الحرب. لو انت ما عندكش قوات ثالثه او قوات شبه عسكريه يبقى انت جيشك في الحرب ده هيبقى يدافع عن كذا. بعد كده اعداد المعدات العسكريه، عندك كام دبابه وهنشوف بعد كده. وعندك افرع رئيسيه. افرع رئيسيه. حجم الانفاق العسكري. البادجت بتاعتك قد ايه؟ قواعد عسكرية عندك كم قاعدة؟ الصناعات الحربية إذا كنت أنت النهارده روسيا بتصنع أو لا؟ أوكرانيا معتمدة على إيه؟ أمريكا وحماية الدعم اللي جاي لها. لكن روسيا على العساكر بتاعتها. التدريب العسكري، التدريب المشترك، التدريب تنويع مصادر السلاح، التكنولوجيا اللي عندك، المعارض، يعني قلت لك 60 بند عشان أطلع إن إحنا مصر القوة رقم 14 عسكريا على العالم. طيب نروح للي بعده. للي بعده هنلاقي القواعد العسكريه. قواعد. احنا قبل كده ما كانش عندنا ده من ضمن التقييم. ده من ضمن التقييم. التقييم. قبل كده كان عندنا ايه النهارده؟ ما كانش عندنا اي قاعده عسكريه. ما كانش عندنا؟ لا ما عندناش، القاعده بالمفهوم قاعده. قاعده. انما بيقول لك قاعده اسكندريه البحريه. يعني راس فين وبتاع وقياده. لكن النهارده لما نقول قاعده محمد نجيب العسكريه يا احمد. طبعا. بقى انا ما بطلع تقول دي اكبر قاعده عسكريه في الشرق الاوسط. قال لك الله، والقواعد الامريكيه ولا قاعده امريكيه زي محمد نجيب. كل القواعد الامريكيه في الشرق الاوسط قواعد لوجستيكيه. كل قاعده فيها 1000 2000 عسكري يصينوها عشان لو امريكا جت تحارب تلاقي القاعده جاهزه. لكن محمد نجيب اكبر قاعده. 2 يوليو 3 يوليو اسف 3 يوليو 3 يوليو معلش 3 غلط 3 يوليو دي قاعده عسكريه اتعمل عشان تامين استثماراتنا في البحر الابيض المتوسط. نعم مهمه. ايوه. وبعدين عملت برنيس. برنيس على البحر الابيض عشان تامن استثماراتك في البحر. قناه السويس بتجيب لك 8 مليار النهارده. نعم. لو نعم. حصل حاجه. نعم. لو انتوا قاعدين نايمين. نعم. فين؟ نعم. لا عملنا قاعده. نعم. بقوات بحريه. طبعا عندك اسطول هنا واسطول الناحيه الثانيه. اسطول شمالي والجنوب. واسطول جنوبي عشان عظيم. دول ثلاث قواعد اللي عندنا. ثلاث قواعد رئيسيه. مفهوم القواعد. القواعد تبقى للمفهوم. تمام. امريكا لها 20 قاعده ولكن هم 2. ما الاول لما كنا نقول قاعده الماظه. لا ما هو ده بقى بنسمي التسميه احنا. يعني افتح الكتاب وقول. معلش ما انا عايز اعرف يعني الناس تعرف. القاعده النهارده القاعده مفروض فيها قوات جويه بحريه دفاع جوي اسلحه مشتركه المشاه. وبعدين لها مركز قياده. نعم. حجم القوات اللي في القاعده بيتقاس بيها. نعم. يعني قاعده محمد نجيب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وفيها عايزه يوم تمشي فيه. عايزه يوم تمشي فيه وبنتم فيها التدريب المشترك. نعم. ميادين تدريب بندرب فيها القوات المشتركه. نعم. مع حدتها. بعد كده اللوحه الثانيه برضو تقيم التدريب المشترك. احنا يا احمد اكبر دوله عسكريه في العالم بتعمل تدريب مشترك. اللي قدامنا ده. اللي قدامنا ده. بتعمل 29 تدريب مشترك. منهم 6 خارج الحدود. تعال بص فوق على مصر وامريكا. مصر وامريكا. امريكا بتعمل تدريب جوي مشترك ده اول السنه. تسمع كلمه ايه تدريب بحري عادي. عابر. يعني ايه؟ امريكا عندها فرقاطه جايه تعدي من قناه السويس. قبلها باسبوعين تقول لك والنبي الفرقاطه جايه عايزين نيجي نتدرب معاكم. عابر. نطلع نتدرب وبتاع. تعال بص مثلا على ثالث بند فرنسا. فرنسا. 6 تدريب بحري عابر. احنا عندك سادس قوة بحرية في العالم النهاردة. نعم. وهنشوف بعد كده. نعم. ليه عندك 5 تدريب مشترك متعدد الجنسيات. الخلاصة الناس دي اللي بتطلب تتدرب معنا. انا ساعات بسميها زي برازيل الكرة المصرية. دولة بيتعمل معاها تدريبات عسكرية. مصر. وبناء على طلب الاخ. تمام جميل. نعم. بما فيهم امريكا. بما طبعا. نعم. تعال شوف بقى اللوحة التانية. جميلة. احنا قلنا اللوحة دي بيقول لك ايه؟ اولا هو بيتكلم على 145 دولة. نعم.
تعال خش على السطر الثاني. الايركرافت احنا تامن دوله في العالم عندها طيارات من ال 145. فريجتس الفرقاطات انت فاهم احنا عاشر دوله. انزل على الحته الحمراء في السطر الثالث ايركرافت كارير حاملات الطائرات، احنا ما عندناش حاملات طائرات، فاحنا 145 ما عندناش. لكن تعال خش على الهليكوبتر كارير، احنا رابع دوله في العالم لان احنا عندنا الاثنين. الدستروير احنا ما عندناش مدمرات، فاحنا 145 احنا في الاخر. لان احنا في في في, في لما دمرنا اغرقنا ايلات في ال في ال قدام بورسعيد. نعم. العالم كله لغى المدمرات وكلنا بقينا فرقاطات. نعم. فده بيديك عوامل التقييم حتى داخل البتاع. خش بقى على صفحة الجيش المصري. طيب قبل الجيش المصري عشان كمان عندنا خبر مهم ايضا للجيش المصري. طبعا. وصول ثلاث طائرات مصرية عسكرية الى مطار دمشق الدولي. قدام حضراتكم لحظة وصول الطائرات التي امر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بارسال ثلاث طائرات عسكرية مصرية محملة بمساعدات اغاثية للشعب السوري الحبيب. الشعب السوري الشقيق قدام حضراتكم اهو، من الشعب المصري الى الشعب السوري الشقيق. وزي ما احنا بنتابع وصول الطائرات المصرية العسكرية الى مطار دمشق الدولي بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنقل اكثر من 52 طن من المساعدات المصرية التي تحملها هذه الطائرات، ثلاث طائرات مصرية عسكرية بتنقل المساعدات المصرية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي وقع بالامس في سوريا الشقيقه. اتفضل يا فندم. طبعا ما حدش يقول ان احنا اتاخرنا، احنا استنينا يوم لحد ما جمعنا الطلبات. فاهمني يا احمد؟ نعم. جمعنا الطلبات وبالتالي بناء على احتياجاتهم احنا بعتنا كلام. نرجع بقى لجلوبال فاير باور، دي الصفحه بتاعت مصر. الجيش المصري اهو. كل الكلام ده على الانترنت يا احمد، ما نجيبش حاجه من عندنا. نعم. افتح الانترنت جلوبال. نعم. فاير باور هيطلع. نعم. لك كويس. ادي صفحه الجيش المصري. آه. ترتيبنا ال 14 كويس. عدد الجنود في الخدمه 440. ده تقييمه هو طبعا. والاحتياطي 480,000. طبعا النورم العالمي ان 50 و50. عدا دوله زي اسرائيل لا، التلت عامل والباقي احتياطي نظرا للحجم بتاعها القليل. الصفحه اللي بعديها هنخش على المقاتلات. مقاتلات 245 وهم حاطين طائرات هجوميه. انا امبارح كلمت الفريق مجدي شعراوي، ما انا برضو بنسال يا مجدي في ايه ده النهارده كل الطائرات بقت مالتي بيربوز، كان قائد قوات جويه. كان قائد قوات جويه، فقال لي هم يقصدوا بالطائرات الهجوميه اللي هي الطائرات التي تقدم معاونه للقوات البريه. يعني انا مشاه باهجم وعايز طيران يجي يضرب لي العدو اللي قدامي. فهو ده مسميها الطائرات الهجوميه. نعم. المروحيات 417 ده اللي فيها الهليكوبتر. الهليكوبتر كله هو بقى ده كله داخل كله. مقسمه بقى جوه مقسمه جوه الكلام ده كله. نعم. بعد كده الغواصات عندنا 8 منهم احدث 4 غواصات في العالم خدناهم من المانيا. الحاملات المسترال 2. الفرقاطات احنا النهارده زي ما قلت ما عادش عندنا مدمرات. فبالتالي 13 كلهم فرقاطات ومنهم احدث 4 من فرنسا والمانيا والمانيا. والرئيس السيسي عمل حاجه حلوه ازاي؟ اما جبنا 4 فرقاطات من المانيا قال له ناخد منكم 3 والرابعه تصنعوها عندنا في الترسانة البحريه في اسكندريه. فانت كده خلاص بقى دخلت في اللعبه. التصنيع العسكري بنبدا التصنيع العسكري للفرقاطات. اذا احنا من السنه اللي جايه هنصنع بقى لنفسنا. نعم. خلاص الصفحه اللي بعد كده هنخش على المدرعات. عندنا 10,000 مدرعه اللي هي الاي بي سيز ارمر بيرسونال كارير، عربيات نقل الجنود المدرعه. الثانيه الدبابات اللي هي بقى ابقى فكرني في الاخر بتاعنا احكي لك قصه الدبابات دي عشان دي قصه جميله فعلا. ام 1 اي 1 ولا حاجه ثانيه ولا كله؟ الام 1 اي 1. احنا تقريبا خلاص دباباتنا كلها بقت امريكاني بالكامل. كلها امريكاني؟ امريكاني. وبالذات 90% الدبابه الام 1 اي 1. نحكي القصه بتاعت الام 1 اي 1. احنا دخلنا حرب عندنا 4664 كلهم امريكان. كلهم امريكاني عدا هتلاقي 5% الام 60 كتاب دبابات في الوقت مش حاجات زي كده. لكن احنا الام 1 اي 1 نحكي القصه عشان نحكي انت واخد احسن دبابه في العالم. احسن دبابه في العالم بالراحه. طب اتفضل بالراحه. احنا جينا في يوم
احنا دخلنا حرب 73 بالتي 55 والتي 6 بتاع والتي 72 كانت احسن حاجه. هو لواء واحد. فبعد كده دخلنا في الدبابات الجديده بقى، عايزين نطور دي في الخمسينات. فبدات امريكا تطلع الدبابه الام 1 اي 1 برامز، فاخدنا لواء 94 دبابه، وكنا هناخد اللواء الثاني بعديها بشهرين. حمله طلعت علينا في امريكا، المصريين مش هيعرفوا يستخدمها ده دبابه. طبعا النهارده اوكرانيا عايزه تاخدها روسيا، يعني امريكا خايفه ان الدبابه فيري سوفيستيكيتد كلها كمبيوترايز، المصريين مش هيعرفوا يستخدموها. حمله شنيعه، دبابه معقده وفيها مشاكل يعني. اقصى حاجه احلى حاجه. جاي واسط مشير جمعنا قال هنعمل ايه؟ احنا عاوزين اللواء الثاني عشان نكمل الفرقه وهكذا. كويس. فاقترحوا ان احنا نعمل حمله مضاده. احنا الحملة المضادة ما نقدرش على الامريكان وعلى اليهود في امريكا. فانا قلت له سك مشير ان احنا كان هيتعرض على الكونجرس الامريكي لجنة الدفاع والامن القومي، هي اللي هتقرر مصر تاخد تكمل الام 1 ام 1 ولا لا. فقلت له نطلب الراجل اللي هيحكم يجي يبص. كويس. وفعلا كلمنا بنفسه يشوف. كلمنا اللي هو طارق، كان منحه عسكري كان شاطر، صحينا بالليل بقى معنا في فرق 8 ساعات. انزل يا طارق. راح الصبح قامل وبالصدفه، يعني طبعا نادر انك تقابل رئيس بتاع لجنه الدفاع والامن القومي في الكونجرس في نفس اليوم. قال له كذا، قال له طب حاضر اجي، هنيجي 48 ساعه. بدينا بقى نجهز اللواء ده اللي طلع عشان يجوا يفتشوا عليه ويشوفوه. شافوه. بس المشير الله يرحمه قال لي شيل الليله بقى. بدينا نجهز هذا اللواء. اللجنه جت سابناه في المطار، تعالوا. قال لا 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 شكرا، انت عارف بقى جاي يفتش عليك ومديك مديك الطرشه بقى. طب احنا عايزين نعزمك على العشاء بالليل في المركب. لا 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 شكرا. بس فر. راحوا بيته كانوا هناك. تاني يوم الصبح قابلوا سياده الرئيس، كان اي ده لازم بيجي لجنه من الكونج بيقابل رئيس الجمهوريه. وطلعنا على الميدان. ثلاث كتايب. اول كتيبه بتشتغل سواقه. السواقه دي مش زي السواقه اللي بتتدرب عليك في المرور يطلع ورا ويطلع وركن، لا ده ميدان سواقه امريكاني. وقف قائد الكتيبه قال له المقدم فلان الفلاني، انا واخد دوره الام 1 اي 1 ثلاث شهور ونص في المعهد مدرعات بتاعكم في كنتاكي، وادي صوره الميدان بتاع امريكا، لان بتطلع دبابه وتنزل كده وبعدين ميول، يعني الميدان بيتجهز بيقعد له مثلا شهرين بالبلدوزرات تكون وحفر وينزل. احنا مشيت طنطاوي كان عمل حاجه كويسه ايامها، قال لك ان جميع المؤهلات العليا ما تخدمش في القاهره، تخدم في التشكيلات. ولذلك الطقم بتاع الدبابه الاي 1 الاربعه، اربعه جندي مجند مهندس خريج كليه هندسه القاهره، اسكندريه، منوف. فكل الاطقم بتاع الدبابات جندي مجند مهندس. الرئيس السيسي اول ما مسك عمل ايه بقى؟ قال لك الولد يخش وبعد ما ياخد لائق في التجنيد الكمبيوتر يوزعه طبقا للتخصص عشان ما يروحش كده ولا كده، انت فاهم؟ انت يعني هندسه تخصص ميكانيكا، خش تبقى سائق دبابه ام 1 اي 1 على طول. دخلنا الميدان، اول قائد كتيبه دخل، العيال طلعوا نازل. نسيت اقول لك الطقم ده الكونجرس كان 12 وجايبين 8 متخصصين في الدبابه عسكريين. في الام 1 اي 1. ما احنا قال لك دول ما ينفعوش، عساكرهم ما ينفعوش. عدت الحمد لله اول كتيبه خدت امتياز. واحنا ايه، وقفنا 30 طقم ب 10 دبابات، نقي الطقم اللي انت عايزه. امتياز امتياز في اول سواق. اول سواق. الكتيبه الثانيه شؤون فنيه. اللي هي ورشه اللواء فاتحه بتشيل موتور دبابه وتركب صيانه وحاجات صيانه والتركيب والتركيب. واللي برضه المقدم دخل، انا واخد الفرقه عندكم كذا، وادي الصيانه رقم واحد واثنين. امتياز. دخلنا بقى في ضربات الجزاء الترجيحيه. اللي هي الرمايه. الرمايه مشكله. ودي يعني كلنا كنا حاطين ايدنا على قلبنا. اول طقم دخل تبقى الدبابه ثابته والعدو اللي هي الدبابه الثانيه ثابته. لازم تجيب المسافه صح. يعني لو هي الدبابه 1200 متر المعاديه وانت حطيتها 1100 طلعت تقع بدري ومش هتصيب. فدي كانت سهله. الحته الثانيه بقى اللي صعبه، الدبابه بتاعتك واقفه والدبابه العدو بتتحرك. فانت بتضربها لازم تحسب بقى المسافه والطلقه، كل ده كمبيوترايز جوه الدبابه. امتياز. جت بقى الضربات التانية، ان دبابتك بتتحرك وماشيه والعدو بيتحرك. جبنا جيد جدا. معركه معركه جبنا جيد جدا. ودي نادره. انك تجيب
طبعا مش عايز اقول لك خلصنا البتاع ده 10 على 10. نعم. دخلنا قلت لهم بقى تعالوا، كان بقى بدا المنظر بتاع الراجل يتغير. ما كانوش مصدقين النتيجه اطلاقا اطلاقا. نعم. برضو عملنا حركه نص كم، رحنا داخلين وقلت لهم تعالوا اتغدوا بقى معانا في الميز. انا كان قصدي حاجه بقى. دخلنا في الميز عملنا الترابيزات 10، كل ترابيزه 8 4 4 طقم دبابه. عشان يقعد مع العسكري بتاعك يكلمه. ما فيش بقى سفره رئيسيه واحنا قاعدين جنب بعض، لا. عملت كل دبابه 10، كل ترابيزه 10، 8 عساكر واثنين فاضيين. خشوا ال 20 واحد اختار اذا في سيتد، اقعد مع العسكري. قعدوا بقى يتكلموا كويس ويدردشوا كويس. العسكري يقول له انت خريج ايه؟ انا خريج هندسه، انا متخرج، انا كذا، خدت الدوره فين؟ خدت 3 اشهر في معهد المدرعات. اول ما لقيت بقى الولد العسكري طلع المحفظه وبدا يوري له صوره خطيبته وان انا مخرج هتجوز. حسينا طبعا بتاع ده بقى خرجنا. رجعوا بقى بعد واحنا خارجين قال لي لسه العشاء قائم بتاع النيل. اهم حاجه رجعوا بقى عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ادينا ليه والتاني خدناه 90 دبابه التانيين 94 دبابه 94. الحاجه الاخطر بقى عملنا مصنع دبابات الام 1 اي 1 في مصر. نعم. مصنع 200. والنهارده كل دباباتك اللي عندك 90% منها الام 1 اي 1 تصنيع هنا هنا هنا. ما دباب امريكاني. نعم. امريكا لما كانت بتبيع دبابات ام 1 اي 1 بتصنعها هنا واحنا لصالح امريكا وتديها لاي دوله ثانيه. طيب ندخل على ليه نحتفظ مصر بالقوه العسكريه عشان نحاول طيب نلحق في الدقائق الباقيه. نخش بقى طيب نخش بقى على قوة عسكرية. ليه بقى؟ اي واحد بيسمعنا النهارده بيقول لنا انتوا جايبين المسترال بمليار. نعم. المليار ده يعمل مصنع وبتنفقوا انفاق عسكري وانفاق الاجابه احنا الاجابه بقى اتفضل. التاريخ هنعمل تاريخ عسكري. لا بعد كده نخش على اول صوره بتاعت اليابان. اول صوره بتاعت اليابان، دي كانت في الحرب العالميه الثانيه. كانت هي والمانيا وايطاليا. نعم. في جزء خلاص وحلف والاوروبيين عدا امريكا. نعم. فجاه اليابان راحت ضربه بيرل هاربر. الصوره اللي بعد كده اكبر خسائر في تاريخ امريكا فين؟ في بيرل هاربر. 2402 قتيل، تدمير 188 طياره. ودي اللي دخلت امريكا الايه؟ الحرب. حرب. ما كانتش داخله. الحرب بتخلص وبتنتهي خلاص، وخلاص اليابان هتسلم. امريكا عايزه حقها. الكاوبوي ده انا اتضربت. راحوا ضاربين نيجازاكي وهيروشيما. نعم. باول 2 قنبله نوويه نوويه. نعم. 140 الف بس في هيروشيما. يعني يومها ربع مليون ماتوا في لحظتها. زائد الاشعاع النووي قعدوا 10 سنين ما يزرعوش. بعد الحرب اليابان قالت لك لو سمحتوا انا مش عايز ادخل في حرب تانية. انا مش عايز الجيش، هفكك الجيش. الحياد. مش عايز جيش. مش عايز جيش. هعمل معاهده مع امريكا. حد امريكا اكبر قاعده عسكريه. اللي هي الصوره الثانيه في ايكاناوا لو سمحتوا. هنلاقي ادي ايكاناوا يا احمد. طبعا القاعده دي كانت يعني هديه لامريكا. لان قدامها مين؟ روسيا والصين وكوريا. الثلاث دول. فوجئت هذا الكلام احنا ضد ما بندرسه في الكليات العسكريه. ليه؟ بنقول دايما لما يكون دولة عندها ثورة أو قوة اقتصادية طبيعية أو صناعية أو جيوستراتيجية. يعني إيه؟ دولة عندها فحم. عندها يورانيوم. عندها بترول. عندها غاز. أنت فاهم؟ لازم تبقى عندك قوة عسكرية، قوة عسكرية تحمي. أمريكا ما سمعتش. اليابان ما سمعتش. بعد 50 سنة جزر الكوريل اللي انت لسه كان في البتاع بتاعها ده اهي. روسيا دخلت خدت جزر الكوريل. استولت عليه. ومن يومها ضمها. راحت اليابان يا امريكا الحقيني. اللي متغطي بامريكا عريان. واللي متغطي بروسيا عريان. مفيش حد هينفعك يا احمد غير سلاحك وقوتك. وادي الصورة التانية حتى بتدينا الصوره اللي هي حطاها بالياباني. كل الجزر دي خدتها روسيا. اليابان قالت لك لا لا خلاص بقى نلغي الكلام القديم. انا هعمل جيش قوي وهستغل الكلام ده، مش هعتمد على امريكا. عشان كده الصفحه الثانيه اليابان من ما فيش جيش بقت رقم كام؟ 8 8 تامن جيش في العالم. نعم. السنه دي
لما حصلت حرب اوكرانيا والمانيا قالت وامريكا واليابان قالت لك انا هتحصل لي حاجه، رفع انفاق، رفعت الانفاق. نشوف الصوره الثانيه في 23 ديسمبر رفعت الانفاق 26%، وهتبقى الميزانيه الدفاع السنه الجايه زي روسيا. متخيل اليابان ميزانيه دفاعها زي روسيا؟ نعم. خش على القصه الثانيه، الامم المتحده عامله في سنه 82 قانون عشان يحدد المياه الاقليميه والكلام ده والاقتصاديه للدول المياه الاقليميه لاي دوله 12 ميل، يعني لو احنا النهارده قاعدين قدام سيدي بش ال 12 ميل لو حد دخل يتضرب بالنار. انما عشان تصطاد او غاز 350 ميل حصل. كويس. شوف اللوحه الثانيه وهي لوحه دي بالانترنت موجود فيها، ادي الحدود البحريه بتاعتنا قبرص، ادي مصر زهرة اهي، فوق افروديت، هنا غزة، ادي اسرائيل عندها، وهنا هنلاقي في اليمين ده لو يعني لو سمعت نطلعه عشان عقل زهرة هيدينا يا احمد لحد 2045 عقل زهرة 3 مليار لوحده في السنة. نعم. شوف اللوحة الثانية، مصيبة بقى اللي بعد، المصيبة الثانية ادي الحدود البحرية، لبنان فيها البلوك رقم 9، مين اللي واخده؟ اسرائيل. اسرائيل، اسرائيل واخده هذا البلوك، واخده الحقل اللي فيه. لبنان مش عارفه تعمل حاجه. نعم. بعد 10 سنين طلبت ان امريكا تحل المشكله، فراح امريكا راحت بعتها للرئيس عون الصوره الثانيه واحد عشان يحل المشكله. عظيم. حل المشكله ازاي؟ نشوف اللوحه الثانيه. نعم. ادي اللوحة التانية بتقول ان نقطة 29 ده اللي اسرائيل اللي لبنان بتقول ده خط بتاعي. واسرائيل عايزة النقطة رقم 1. الراجل الامريكاني قال بنقسم العملية بالنص. فكانت النتيجة النهاردة ايه يا احمد؟ حقل كريش اللبناني مين واخده؟ اسرائيل. ومن يوم 2/11 السنة اللي فاتت بتصدر منه الغاز لاوروبا. الحقل الثاني حقل كان قسمته بالنص، اسرائيل النص ولبنان النص. لبنان النص ما عندوش حاجه، هيعمل ايه؟ تعال شوف الصوره الثانيه بقى. المشكله لبنان ما عندهاش غاز وما بتنورش غير ساعتين في اليوم. هتستورد غاز من مين؟ من مصر. ادي لبنان يوقع اتفاقيه لتوريد غاز. مين اللي هيدفع ثمن الغاز ده يا احمد؟ امريكا. امريكا. ايوه خلاص بقى، اهدوا بالله اهدوا بالله، وافقوا على الاتفاقيه. عشان حقل كريش هيدي الغاز لمين؟ لاوروبا. هتدفع لها ايه، كام مليون؟ مش مشكله في الخمس سنين. نعم. في حقل غاز تاني قدام غزه. والصوره الثانيه اهي، مصر اقنعت اسرائيل ان الغاز ده اسمه غزه مارين. قدام غزه سلطه سلطه. فاسرائيل وافقت. احنا هندير الحقل مصر، واحنا كنا من الاداره. طب الربح هيتعمل ازاي؟ نعم. النص لاسرائيل والنص للسلطه الفلسطينيه. شفت يا احمد لما انت تكون ضعيف. نروح للاكتشافات الجديده بتاعتنا قبل ما نختم عشان ايه؟ حاضر. الاكتشافات الجديده بتاعتنا الاسبوع اللي فات طلع لنا حقل جديد اسمه النرجس. نعم. قدام رفح. نعم. وان شاء الله يا رب، طبعا دي عاملاها شركه شيفورن الامريكيه. نعم. وإين الايطاليه. واحنا 10% شركه ثروه. واعتقد ده ان شاء الله المهم يطلع الريزيرف بتاعته قد ايه؟ لان كان من اسبوع كان في حقل اسمه نور السنه اللي فاتت. ولكن الريزيرف بتاعته خمس سنين، ف مش هيطلع. اخر حاجه بقى، اخر صوره يا احمد، احنا بنجيب السلاح ليه؟ هو احنا عايزين نحارب؟ لا لا. شوف الصورة التانية بقى عشان الردع بقى. طول ما عندك سلاح قوي انت بترضع، ترضع معنوي وايجابي. ايه الايجابي؟ احنا لما 20 مصري قتلوا في ذبحوا في ليبيا بالليل، مصر دخلت قامت بالواجب. نعم. بعديها بعديها في عسكري مصري اتخدش في ليبيا؟ لا. الرضع المعنوي النهارده لما انت تبقى سادس قوة بحرية في العالم، حد هيقرب لك؟ لا. ولا يخش يقول لك حقل زهرة ده بتاعي، ولا يخش ابدا. طول ما جيشك قوي انت قوي. قبل ما اختم، المنطاد الصيني. لا، المنطاد والازمه الصين. التي حدثت بين امريكا وبين الصين ودفعت ان امريكا تسقط هذا المنطاد في دقائق قليله. في دقائق. اول صوره ايه هو المنطاد؟ المنطاد عباره عن جسم زي البلاستيك بيشيل الغاز اللي جوه الهيليوم. ويطير. وتم 1749، والكابينه اللي تحت دي الاول كانت بتشوف وتراقب، بعد كده اتطورت بكمبيوترات وحاجات زي كده. نشوف اللوحه الثانيه. اللوحه الثانيه ادي المنطاد اللي حاليا
بيبقى بجاز الهيليوم تحتيه بانلز بتاعة طاقة شمسية عشان تشغل. ده تحت بقى الحاجات الجديدة اللي هي الكمبيوترات والأشعة والتصوير. الطيارات المدنية بتطير على 12 كيلو، المقاتلة ارتفاع 20 كيلو ارتفاع. المنطاد بيشيل من 24 ل 37 فوق الناس دي كلها. 60 ألف قدم بالظبط طاير على 60 ألف. 60 ألف قدم. طبعا ده اللي جاي صورة المنطاد الصيني، شوف جبار ازاي. مشكلة. قال لك حجم ثلاث عربيات بتاع ده. المنطاد لما طار يا احمد طار من الصين وطلع على المحيط ده الاتجاه بتاعه، الاتجاه وطلع من الصين طلع على المحيط الهادي دخل على ألاسكا على كندا ودخل على امريكا. طبعا الصين بتقول لك ده الهوا رماه. طبعا انسى الكلام ده كلام ايه. تعال شوف الصوره الثانيه، دخل على فين يا احمد؟ طلع من كندا على ولايه مونتانا. اقوى منطقتين في امريكا، القوه الجويه الاستراتيجيه اللي هي بتضرب بعيده المدى والمخزون النووي الامريكي. طار هنا، هو هنا، لا هنا، ده هنا وقف وصور في مونتانا. يعني ما لقاش الهوا، ما رموش في حته ثانيه الا مونتانا. تمام، هو ده المكان اللي فيه اللي فيه هو اهو القوه الاستراتيجيه الجويه الاقوى قوه الامريكيه والمخزون النووي. انت عايز اكتر من كده؟ نعم. انت فاهم؟ طبعا الصوره اللي بعد كده هو طلع من الصين دخل على ألاسكا على مونتانا وخرج لحد كارولينا الجنوبيه. هنا بقى عايزين نتكلم على ايه؟ المنطاد ده قعد اربع ايام. اربع ايام فوق امريكا. ده في برنامج اسمه ميكي اندروني التخين والرفيع، قعدوا 20 دقيقه يتريقوا. يقول لك الراجل بتاع الصين وهو بالعينين المقفوله يقول له ايه؟ والنبي نزل الكاميرا شويه عشان اشوف اكتر، مش شايف كويس. اربع ايام اربع ايام طاير فوق امريكا قلب الدنيا. والامريكان فين؟ الامريكان انت عارف ما فيش رئيس بيعرض لوحده، لازم ياخد راي البنتاغون. البنتاغون عرضوا عليه ثلاث سيناريوهات. واحد نضربه بس لو اتضرب حجم كبير هيقع على مدرسه مستشفى هيعمل خساير. الحاجه الثانيه قالوا له يا فندم ما هو وهو طاير احنا نعرف هو بيركز على ايه عشان نعرف الصين عايزه تعرف ايه عننا. نعم. والحاجه الثالثه قالوا له ايه؟ احنا هنعمل عليه هاي جاكينج يعني هنسيطر عليه ونمنع السيطره عليه من الصين وننزله عندنا. طبعا لا دي نفعت وحتى انا يوميا قلت انها معركه كمبيوتر على الهواء. عدى وخلص وطلع كارولانيا فانضرب هو في الجو. طبعا النهارده خطوره ده ايه؟ خطوره ده ايه نمره واحد؟ هم طبعا عسكريا مسحوا امريكا بالكامل. تصوير لا، وعرف الترددات بتاعه القوه النوويه بتاعته والانذار ومراكز القياده كل كشف يا راجل. ده اربع ايام. طب واحد يقول لك طب ما القمر الصناعي، القمر الصناعي بيعدي في امريكا اربع دقائق لانه بياخد في اليوم 24 ساعه ثلاث محاور. شمال امريكا اربع دقائق، المحور الثاني وسط امريكا اربع دقائق. ده قعد اربع ايام فوق امريكا سوري يلغ انت فاهم ويستمتع بالوجبه الاستطلاع الرهيبه. طبعا ترامب قالب على جو بايدن انت ضيعت الامن القومي. بدأوا يستغلوا الموضوع ده. الاثنين داخلين في انتخابات. ده نجاح للصين، تفوق علمي تكنولوجي. طبعا هي الصين طبعا نجحت تفوق علمي على فكره. الصين عندها شركه هواوي احسن خمس من احسن خمس شركات في العالم في مجال الالكترونيات. السنه اللي فاتت انت عارف انه يصنع المنطاد ده ويروح ويصور ويصور والامريكان فين يا راجل؟ احنا تليفونك حجم اربع ايام. تليفونك ده 4G. انجلترا السنه اللي فاتت عايزه تدخل 5G الجديده. عملت مناقصه. مين اللي كسب؟ هواوي الصينيه. الصينيه متقدمه جدا انت فاهم. ولكن طبعا المنطاد ده لما يقع هيستولوا عليه. خدوه بيعملوا ويحللوا هيطلع بقى طبعا كل المعدات. فالصين هتبقى في مشكله، لازم تغير كل المعدات وكل الكلام ده في الفتره القادمه لانها كشفت وتعرت قدام. انما هي قرصه ودن لامريكا، احنا فوقكم احنا جينا لكم. روسيا اوكرانيا الحرب تنتهي ولا الحرب بدات تبدا بعد شهر؟ الحرب احنا داخلين على مشكله كبيره جدا وهو الربيع. إذا لم تحل المشكلة سياسيا خلال الفترة اللي جاية روسيا مجهزة
اجتياع في الربيع، لانها مش هتقعد اكتر من كده. ايوه ايوه انا كنت طبعا عايزين نص ساعه نتكلم في الموضوع ده بعدين. انما للاسف اذا لم تحدث محادثات سلام في فتره الشتاء، فالفتره القادمه في الربيع هناك اجتياح روسي. روسيا مش هتستنى اكتر من كده، لان اقتصادها بدا يتعب. انت عارف امريكا كانت بتدي اسلاح دفاعي ليه؟ عشان تطور مدة النهارده يدي هجوم صواريخ ودبابات وغيره. بقول لك اهو، اذا عدى الشتاء ولم يتم اي اجراء سلام روسيا هتخش. سيادة الرئيس سمير فرج بشكرك، شرفتنا النهارده. متشكرين. نطلع فاصل، بعد الفاصل استقبل الضيفين الكريمين بكره الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، الاهلي ومين؟ ريال مدريد، بطل قرن افريقيا، بطل قرن اوروبا في كاس العالم للانديه، اللي هيفوز هيطلع الدور النهائي. احنا عايزين نلعب ماتش حلو من الاخر، ماتش حلو بغض النظر عن النتيجه، ولكن ما فيش مستحيل في كره القدم. شرفنا الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي والاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي، ولكن سيب حضراتكم مع هذا التقرير تحالف الوطن للعمل التنموي والاهلي وجمعيه النائب محمد ابو نعين ايضا في مع اهالينا في محافظه البحيره. نتابع هذا التقرير، ماذا يقدم التحالف الوطني لاهالي محافظه البحيره ومن بينه جمعيه النائب محمد ابو العنين. قافله جديده من قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تصل الى قريه نزارة سماديسه والقرى المجاورة لها بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والخيرية كمؤسسات أبو العنين وصناع الخير ورسالة والأرمان وبنك الطعام وراعي مصر ومصطفى محمود وصناع الحياة والهيئة القبطية الإنجيلية، ولأول مرة مشاركة جمعيتي بنك الشفاء ومؤسسة نبيل الكاتب الذين جاءوا جميعا ليقدموا العديد والعديد من المساعدات والخدمات الطبية والاجتماعية والإنسانية وندوات التوعية والتمكين الاقتصادي وتوزيع المواد الغذائية ودفع الشتاء والملابس عن طريق طرق أبواب المستفيدين والمستحقين وفك كرب عدد من الغريمات ومساعدة وتنمية الفلاحين ومربي المواشي، إلى جانب كرنفال الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم وإسعادهم بالمسابقات والألعاب. مؤسسة أبو العنين بالتعاون مع التحالف الوطني تحت رعاية الأستاذ محمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة والسيدة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس الإدارة، بنقدم عدد كبير من الكراتين المواد الغذائية وعدد من الألحفة قافلة ستر وعافية، وبنعمل النهارده يا فندم زي ما حضرتك شفت كده كرنفال الأطفال، ومستمرين يا فندم بالتعاون مع التحالف نعمل زي نسيج كده متواصل بنوصل لاهالينا في كل مكان في الجمهوريه خلال الايام القادمه ان شاء الله. قافله ستر وعافيه 18 في محافظه البحيره. طبعا احنا مبسوطين وحبينا ان احنا نيجي النهارده كمان قافله 18 علشان نقدم التوعيه لكل السيدات مصر ونقول لهم قد ايه مهم ان احنا نعمل الفحص الذاتي والكشف المبكر واهميه الكشف المبكر في سن ال40 لو ما كانش عندنا اي اعراض او اي وراثه. أنا فخور جدا بصراحة إن احنا موجودين هنا النهاردة ضمن التحالف الكبير قوي ده لمجموعة الشركاء المشكورين طبعا على المجهود اللي هم بيعملوه، موجود مساعدات عينية، موجود بطاطين، موجود خدمات طبية زي اللي احنا بنقدمها النهاردة في بنك الشفا ومؤسسات تانية كتير موجودة معانا. المشاركة دي النهاردة احنا في قافلة ستر وعافية ودي القافلة رقم 18، والقوافل دي بقى لها فترة بتجوب كل محافظات الجمهورية، وطبعا قد ايه شايفين الناس سعيدة وقافلة جميلة وفيها يعني اشتراك من أكتر من مؤسسة وجمعية، ومعظم المؤسسات المشاركة كلها يعني ليها باع في هذا التاريخ، ويمكن كان تكريم لكل المؤسسات انطلاقة سيادة الرئيس إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وبدأ انطلاقة التحالف الوطني من 28 فبراير لعام 2022، وتوكلنا على الله وبدأنا اشتغلنا والحمد لله عاملين شغل جامد جدا على الأرض. قطاع الجارمين بمؤسسة مصر الخير بيشارك في تلقي طلبات الحالات الجارمين، ونزل الفريق بتاعنا عمل بحث ميداني في نقطة الشرطة هنا، وابتدينا تلاقينا أكتر من 50 طلب
وقمنا بسداد بعض الحالات اليوم. قافلة ستر وعافية عندنا هي قافلة شملت الخدمات، بنقدم فيها مساعدات اجتماعية، بنقدم فيها خدمة طبية، بنقدم فيها خدمات توعوية، بنقدم فيها كمان قطاع ترفيهي، بنحاول نفرح كده أطفالنا، بنحاول ندخل الفرحة في قلب كل بيت من بيوت أهالينا. احنا النهاردة موجودين في محافظة البحيرة تحديدا في نظارة سماديس، النهاردة بننفذ قافلة ستر وعافية 18 وفقا للخطة التنفيذية اللي بدأناها من 2022. احنا النهاردة جينا في المحافظة رقم 16، جاي النهارده بتخصص بطنة واطفال، وهنوزع برضو بطاطين واي عمليات جراحيه اي تحويلات مجانا ان شاء الله في القاهره، وجايين بصيدليه ميدانيه بنصرف العلاج على طول من العياده للعلاج على طول بنصرفه قدام. قافله ستر وعافيه التحالف الوطني من خلال 150 متطوع بيشاركوا في اداره وتنظيم القافله بشكل كامل. القافله بتشتمل على 4 محاور: الجزء الخاص بالقافله الطبيه، الجزء الخاص بمهرجان الاطفال، الجزء الخاص بتوزيعات المنتجات الغذائيه او الاغطيه، والجزء الخاص بمعرض الملابس. ال150 متطوع موجودين من محافظه البحيره بيشاركوا في اداره وتنظيم القافله بشكل كامل. الحاجه الثانيه موجودين من خلال قافله اسنان كامله الادوات والادويه، موجودين من خلال 3000 قطعه ملابس بنخدم بيها تقريبا 1500 اسره. القافله شهدت اقبال وتوافد كبير من اهالي البحيره الذين عبروا عن سعادتهم بها وبالخدمات التي يقدمونها، كما شكروا كل القائمين عليها. حقيقي النهارده يوم جميل جدا ويوم سعيد جدا بالتحالف الوطني للجمعيات الاهليه، على راسهم طبعا مؤسسه الراجل المحترم الخير الحاج محمد ابو العينين، والمؤسسه بتاعته والدعم بتاعه مع جمعيه الارمان، مع رساله، مع الجمعيات الاخرى ديت، نشاط طبي، نشاط خيري، نشاط اجتماعي، حقيقي حاجه محترمه كل الانشطه النهارده بالكرنفال بتاع الاطفال. كل الناس بتدعي له، وديت فعلا قافله شرفت جميع انحاء العالم بصراحه في النظام والترتيب والحلاوه وكل حاجه فيه. اشكر كل اللي ساهم في كل قافله وفي كل حفله وكل من شرف نزار السماديس، بنشكره كله لان كله دخل بسرور على بلد نزار السماديس جميعا. كل حاجه فيها حلوه والله، كل حاجه والله ما شاء الله عليكم. كفايه بس ان انتوا فرحتوا الاطفال وعملتوا لهم حاجات كويسه وجميله خالص. خلي بال حضرتكم ان مش اول مره ان في قافله تيجي هنا في نزار السماديس، في قوافل جت قبل كده نزار السماديس، وانا لما علمت ان في قافله جايه نزار السماديس انا جيت النهارده مش عشان اكشف كمان، انا يعني نظري ضعيف وقلت اجي اكشف، انا كنت الهدف اللي انا جاي له الاول قبل الكشف ان انا جاي اشكر القافله الطبيه في جميع التخصصات. كل حاجه فيها ممتازه، كل حاجه فيها 100 100، ما يعني ما فيش بعد كده راحه للمواطن، المواطن في كل حاجه مرتاح بصراحه. هي مشرفه لبلدنا بصراحه، حي نظام وحي يعني بصراحه اخر يعني حي حلوه خالص. ايمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.